بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. مذا أبصرت عيناي باحة داري، حب الحسين هويتي وشعاري. أيامكم سعيدة بولادة صاحب الزمان ومنقذ البشرية الإمام المهدي المنتظر عليه السلام، ومع خادمة الإمام الحسين أم أمنة الغالية. وشكرا شكرا شكرا لجميع دعواتكم التي جعلتها بحمد الله عز وجل تتماثل للشفاء، وكذلك شكرا لكل من ذكرنا في أي مرقد من المراقد كما ترسلون لنا، وكذلك إن شاء الله نحن لا ننساكم من الدعاء والزيارة، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول. برنامج صباحات الأيام من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.